يسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم. صباح السعاده والصحه يبعد عنا ضغط الدم. اليوم نتحدث عن القاتل الصامت، ما لا نعلمه مسبقا عن ارتفاع ضغط الدم اللي ممكن نحكي بانه ممكن يكون له اعراض او لا، وهل هناك ارتباط ما بين ما نحكي انه ارتفاع ضغط الدم او انا ارتفع ضغطي. كل هاي التفاصيل باشكاله بانواعه بطريقه القياس الصحيحه والتشخيص الصحيح لارتفاع ضغط الدم، كل هاي المحاور طبعا راح يجاوب عليها ضيفي اللي بيسعدني ارحب فيه الدكتور محمود صخري، استشاري جراحة أمراض القلب. يسعد صباحي دكتور وأهلا وسهلا فيك. الله يسعد صباحك ربنا يحفظكم. موضوعنا اليوم القاتل الصامت، ممكن نحكي عنه، هو مصطلح مخيف لكن فعليا دكتور ضروري نحكي عنه لأنه فعليا قاتل كيف. صامت حابين نعرفه بشكل موجز ونتحدث عن نسبة انتشاره بين الناس والفئات دكتور. طبعا ارتفاع ضغط الدم هو مرض منتشر بنسبة كبيرة جدا. أول شيء نعرفه من ناحية فيزيائية اللي هو قوة ضخ الدم يعني بواسطة القلب على الجدران الشرايين، هاي هي تعريف وتعريف فيزيائي مختصر. بالنسبة لانتشاره طبعا هو مرض منتشر بصورة كبيرة جدا، تخيل يعني على الكرة الأرضية في عنا تقريبا 8 مليار، في مليار شخص حسب منظمة الصحة العالمية بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم، مليار يعني تقريبا 11-12% من سكان الكرة الأرضية بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم. نسبة عالية. نسبة عالية جدا. طبعا هدول الناس اللي بيعرفوا إن عندهم ضغط، لأنه أنت ذكرت كلمة القاتل الصامت، يعني هو المرض اللي بيظهر بدون أعراض، تمام؟ فما بالك لو كل إنسان عمل تشيك لنفسه شاف في عنده ضغط أو لا، بعتقد هاي الأرقام راح تزيد. دكتور يعني نتحدث عن أعراض الإصابة، هل ممكن زي ما ذكرت أنت أن يكون الشخص مصاب بارتفاع ضغط الدم بدون أعراض؟ ولا لا هناك اعراض ثابته ممكن من خلالها احنا نعرف انه هذا الشخص او انا مثلا عندي ضغط دم؟ هلا اعراض ضغط الدم اول شيء هي بتظهر عند فئه قليله من الناس، يعني نسبه قليله، مش عند يعني خلينا نحكي 10% من الناس ممكن تظهر عندهم الاعراض. زي ايش اعراض؟ اعراض الناس بحكي لك في عندي وجع في خلف الراس من وراء الرقبه والراس من وراء خلفيه الراس، في ناس بحكي لك في عندي طنين في الاذن بصير، ممكن نزيفه من الانف، ممكن غباش في العيون، تعب، ضيق في التنفس. اللي بحب انوهه انه هاي الاعراض قد تكون لاسباب اخرى غير ارتفاع ضغط الدم، يعني مجرد الاجهاد، النشاط البدني الزائد، سوء التغذيه، قله السوائل، التوتر والقلق ممكن يعمل نفس الاعراض. ففي مفهوم خاطئ عند الناس انه اذا وجعوا راسه من ورا معناها انا عندي ضغط، لا مش بالضروره، تمام؟ فالاعراض شويه بتكون احيانا غير واضحه، لكن اغلبيه الناس ما بيعانوا من اعراض. فممكن لهذا السبب ممكن اغلب الاشخاص يكون عندهم ارتفاع ضغط الدم لكن مش واضح او مش مشخص. مش واضح، يعني انا يعني لو بدك تسالي، لو بدنا نعمل احنا دراسه ونسال الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم في فلسطين، نسبه كبيره جدا، يعني ما بقدر اذكر نسبه لانه ما في ستاتستكس، لكن نسبه كبيره جدا عرفوا عن ارتفاع ضغط الدم عندهم بالصدفه. دكتور نتحدث عن انواع ضغط الدم، حكيت لي انه الانواع واسعه وكثيره، حابين نعرف ما هي انواع ضغط الدم. هلا انواع ضغط الدم، في شيء اسمه انواع ضغط الدم، في اشكال ضغط الدم. هلا لازم الشخص يعرف ايش هي انواع ضغط الدم. في عندنا نوعين من انواع ضغط الدم والاشكال كثيره زي ما حضرتك تفضلتي. هلا في عندنا النوع الاول اللي هو بسموه البرايمري هايبرتنشن، او بالعربي اللي هو ارتفاع ضغط الدم الاولي. هذا ارتفاع ضغط الدم الاولي اللي هو بيكون عند نسبه عاليه كثير من الناس، يعني لو جبنا المليار شخص اللي عندهم ضغط، 95% في عندهم ارتفاع ضغط دم اولي. هذول الناس ما في سبب لارتفاع ضغط الدم عندهم، فدائما الاطباء والعلماء حاولوا يبحثوا عن اسباب ما لكوا، فحطوا فرضيه الوراثه، يعني انه الجينات. تمام؟ هلا هذا ارتفاع ضغط الدم الاولي يعالج بالادويه، يعني يمكن انه نسيطر عليه بالادويه، تمام؟ والمريض يتحسن بعدها وبشعر حاله كويس. هلا النوع الثاني بسموه ارتفاع ضغط الدم الثانوي او سكندري هايبرتنشن، هون ضغط الدم ما بيكونش مرض، هون بيكون هو عرض لمشكله موجوده جوا الجسم، يعني في له اسباب كثيره، والضغط هذا ما راح يروح ولا حتى راح نقدر نسيطر عليه بالادويه الا لما نعالج السبب، والاسباب هون كثيره حابب اذكرها على السريع، اللي هي مثلا مثل مشاكل الكلى، شرايين الكلى بيكون فيها انغلاقات، اورام الغده الكظريه او خلل وظيفي في الغده الكظريه، مشاكل الغده الدرقيه، نشاط السمنه، في ناس بيعانوا كثير من السمنه وبصير عندهم شيء بسموه سليب ابنيه اللي هو الشخير في الليل مع انقطاع النفس، وهي بتسدد ارتفاع كثير في الضغط، تمام؟ اختلال الهرمونات عند الستات، تناول اقراص المسكنه اللاستيرويديه زي يعني اللي هي الادويه المسكنه الناس بيعرفوها، الايبوبروفين والادويه الاخرى، يعني اسباب كثيره هي اللي بتسبب هذا الضغط، مجرد ما زال هذا السبب فبيعالج. اذا هي عرض لمرض ممكن تكون. بالضبط، عرض لمرض، صح. اذا دكتور ماهر تفضل. تفضلي.
تفضل الأشكال دكتور، ما هي أشكال الأشكال ضغط الدم؟ أنا هون بحابب أنه الناس كلهم يعرفوها، لأنه أنا بتوقع أنه هاي المعلومة الناس ما عرفوها، يعني ما سمعوش فيها. في أشكال كثيرة لضغط الدم وأنا رح أحكيها بالعربي، أوكي؟ ففي عندنا مثلا ارتفاع ضغط الدم المقنع. شو يعني ارتفاع ضغط الدم المقنع؟ يعني في ناس بيجيهم أعراض ارتفاع ضغط الدم، بروحوا على الدكتور بفحص ضغطهم بلاقيه كويس في البيت، هم بيكسوه أحيانا بلاقوه مرتفع، فهون بتلاقيه في عيادة الطبيب الضغط كويس لكن في البيت بكون إيش عالي. هدول الناس طبعا احنا بنراقبهم عن طريق اللي هو جهاز مراقبة الضغط 24 أو 48 ساعة. في عنا ارتفاع ضغط الدم المؤقت اللي هو مثلا عند بذل جهد، عند قلق أو توتر، فمنقيس ضغطنا بنلاقيه عالي شوي. تمام، يعني مقاطعة لحديك، هو نفسه السؤال سألك إياه حسن، إنه بنحكي إنه في حدا ضغطني، في نفسه في حد ضغطني، هون ارتفاع هون ارتفاع ممكن هون المؤقت، هو ارتفاع ضغط الدم المؤقت. هلا ارتفاع ضغط الدم المؤقت مجرد ما زال المؤثر بتلاقي إنه الضغط رجع طبيعي، لكن إذا الشخص يظل يتعرض للإجهاد الزائد، للقلق، للتوتر، ممكن ينتقل لارتفاع ضغط الدم. في عنا ارتفاع ضغط الدم الكاذب، وهذا مهم جدا لازم يفهموه كبار السن. هلا الناس اللي كبار السن في عندهم تصلبات شرايين، بتكون شرايينهم شوية بشمرنة، فهنا قراءات الضغط ممكن تعطي عند الطبيب قراءات عالية أو في البيت. ليه؟ لأنه بكون في سمو أرتفاكت، يعني بسبب أنه الشريان قاسي فبعطي الجهاز قراءات عالية. فهون ممكن أنه الطبيب أو المريض ينخدع بهذا الإشي ويعطي هذا كبير السن دواء، تمام، وهذا الدواء يؤدي إلى هبوط الضغط لأنه أصلاً هو فيش عنده ضغط. فبتلاقي هدول الناس بيشكوا بعد ما أخذ الدواء أنهم الصبح بيصحوا على الحمام فبوقعوا فهذا بسموه ارتفاع ضغط الدم الكاذب. هلا في عندنا ارتفاع ضغط الدم هذا المهم اللي هو ذو الغلاله البيضاء، او اللي هو بسموه الوايت كوت، اللي الناس ضغطه ممتاز، مجرد ما راح على عياده الطبيب كاسله الطبيب ضغطه بتلاقي ضغطه ارتفع، لكن مجرد ما طلع برا العياده كاس ضغطه بلاقي ضغطه كويس. فهي هي من اشكال ضغط الدم. ايش بيكون سبب نفسي دكتور؟ يعني السبب نفسي بتوتر الدكتور. بالضبط هو بسبب بيعمل رهبه، الطبيب بيعمل رهبه بالضبط. في ارتفاع ضغط الدم الحوامل، بس اللي هو عند الحامل اللي هو من 8 إلى 11% من الستات الحامل ممكن يتعرضوا لارتفاع ضغط الدم، بيكون مرتبط بمرحله الحمل. دكتور، حابين نتحدث عن الاخطاء الشائعه سواء بالتشخيص او حتى بمفهوم الضغط الناس، او حتى نحكي بطريقه قياس يعني ضغط الدم، فنتحدث عنها بشكل مفصل. أول خطأ شائع أنا يعني بلاحظه أنه الناس جدا برفضوا تشخيص ارتفاع ضغط الدم. يعني بتحكي للشخص عندك ضغط، وبكون منكون ماشيين على الأصول في تشخيص، بقول لك أنا فيش عندي ضغط، أنا امبارح أكلت إشي مالح، أنا والله امبارح زعلوني. وإحنا طبعا في عنا إثباتات طبية من خلال عمل صورة الإيكو، من خلال عمل التخطيط، إنه بنعرف إنه هذا الضغط عند الشخص من زمان. لكن فأنا بدي يعني من الأخطاء الشائعة عند الناس إنه لما الطبيب بيحكي لك عندك ضغط اعرف إنه في عندك ارتفاع ضغط الدم ولازم تعالجه، وما تربط بالأعراض، ممكن ما يكونش في هناك أعراض. الشغلة الثانية اللي أنا يعني حاب أحكي عنه بالأخطاء الشائعة هو إنه في ناس بتعطيهم دواء الضغط فبروحوا هم بعد شهر موقفينه، بقول لك خلصت الكورس. طب انت الضغط مش لازم توقف الدواء، لازم يضل الدواء مستمر في مدى الحياة حسب إرشادات الطبيب. فبتلاقي هدول الناس وقفوا الدواء فبرجع ضغطهم يعلى وهم ما بيكونوش منتبهين. هلا بالنسبة للأخطاء الشائعة للقياس، صحيح. يعني قياس ضغط الدم اللي هاي مهمة جدا، يعني الناس كيف بكيس بروع على البيت بش حس راسه بوجعه، تعال يا ولد كيس لي ضغطي، صحيح. بطلع ضغطه عالي، غلط هيك. قياس ضغط الدم أول إشي الشخص لازم يكون مستلقي، ولازم تكون الإيد على مستوى القلب، الشخص لازم يكون مرتاح. دكتور، يعني عفوا للمقاطعة، لكن حتى بالمستشفيات بنشوف انه طريقة قياس ضغط الدم خاطئة، بكون الشخص جالس، فحابين نقدم ايش الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم عشان تكون النتيجة دقيقة فعليا. الدقيقة هي انه الشخص بدخل على الطبيب، اول شيء لازم يرتاح دقيقتين ثلاث عند الطبيب، لازم يتمدد على الكرسي الطبي، يكون الايد على مستوى القلب، تمام. يتم في خطأ بلاحظه، بيجوا الناس مثلا برفع ايده لهيك يلا كيس يا دكتور، هذا أكبر خطأ ممكن يرتكبه الإنسان الطبيب أو الـ 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 أو الممرضة أو الشخص بقياس ضغط الدم. الإيد لازم تكون حرة، ما في داعي ترفع إيدك هيك، لأن هي بتأثر على قياسات ضغط الدم. ما نتكلم وإحنا بنكيس في الضغط، لازم نختار الكم المناسب، ما يكونش وسيع كثير وما يكونش ضيق. إذا كان وسيع بعطي قراءة هبوط، إذا كان ضيق كثير بعطي قراءة عالية. دكتور، يعني في سؤال كثير أخيرا بتسألوا الأشخاص أو المواطنين، ما هي الأجهزة الأفضل لقياس ضغط الدم؟ لما نحكي إنه هو قاتل صمت معناته لازم تكون القياس صح، لازم نكون متابعين للنسبة، فما هي الأجهزة الصحيحة والأفضل؟ أنا بسألوني كثير هذا السؤال صراحة، الأجهزة كلها كويسة، لكن أنا بدي أحق يعني الأجهزة اللي في المستشفى، الأجهزة اللي بتنباع في الصيدليات، الأجهزة اللي هي بتنكاس عن طريق الزئبق، كلها كويسة. لكن أنا بدي أعطي ملاحظة اللي هو الناس ما بيعرفوها، في ناس بيجيهم يعني أجهزة بكيسوا الضغط عن طريق الإصبع أو عن طريق الرسغ،
هلا انا بنصح الناس اللي فوق الخمسين سنه ما يستخدموا هاي الاجهزه، الافضل انهم يكسوه فوق على الذراع. ليه؟ لانه بتكون الشرايين صغيره فيها تكلسات فممكن تعطي قراءات خاطئه. الدكتور محمود صغير استشاري جراحه امراض القلب، بنشكرك على كل هاي المعلومات الطبيه وبناكد على معلوماتك وبناكد على ضروره الاهتمام بالفحوصات او حتى بالقياس، لانه يعتبر مرض قاتل وصامت فعليا. أكيد. صحيح، وفي خطر ومضاعفات ممكن تؤدي لفقدان الحياه. شكرا لك كل هاي المعلومات. اتمنى السلامه للجميع. شكرا لك. الله يسعدك. أهلا وسهلا دكتور.